شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ هاي شنو؟ هاي شعل احمر. يا الله. طبعا شباب هاي رجعت من الشغل هسه الساعة تقريبا بثلاثة. اليوم قلبت الدنيا على شغلة دار احصلها وحصلتها يعني موجودة بس اخو بالله موجودة يا شباب بس قياساتها شوية متعبة. قياساتها متعبة. أبلني والله لأني ما أعرف شنو موضوع. يعني شبيشة ما تقولي شبيشة. فتحت الباب لو تورطت باع. وش قد صاعدات؟ 4 2 3. والله ما أدري شبيهن. خابيل خو ما مخابيل. المهم شباب. هسا احنا شباب بس للتوضيح. شوفوا ستني ثلاثة فوق وهاي البقية. شباب ما يرقدن ها نزل هذا نزل الثاني بيهن طيور ما مشكولة وبيهن اشكال خفيف يعني أنا من شكلتهم يا طارق شكلناهن يعني شوف هذا من الغبيرة دي يوقع المهم هذا بين أكل شيء هاي بركة وذني يوم طلعت يوم رحت والله بشو أنا بشور جيفة طلعت من المحل والله رحت جبت هاي دنابيس ماكو شلنا قبل شباب نجيب دنابيس قياس واحد كله نفس الحجم هسه دا يخلون من الصغير للكبير فنص هذا ما تستفاد منه شيء لان لو يجي صغير كلش لو يجي كبير شوف هاي هاي الثوله طفرت قبل يلا هسه احنا مو فاتحين تناويل مو فاتحين يا هاي حطت يلا هسه هاي شنو معناها هسه انت تصير مكاني هاي شنو معناها مشكلة شباب اذا اجي اشكل اشكال قوي بعد هذا ما اقدر اشكال القوي بعد لا تقدر تصعد للحل لا تقدر تنزل راح تنام بالقاع شوف هسه هذاك دا يفارش شمعي وهذا البزرق اليمه هذا ما بيقع كل شكل غير هاي البزرة مو البارحة ولد من التعليقات يقولوا لي يا بأمجد افتحها متأخرة ما ادري شنو شباب للأمانة اكو تقريبا 30 جوزاني ما قلت لكم عبرتني ما صارها 3 ايام من جبتها من ضمنها ذاك الرصاصي وزوج بعامر وهاي البزرة كسر قمزت وهذا الشمع الممكعكل مو 30 ايه تقريبا 32 جبتن جديدات هم على المطيار فصار هسه تدرون شباب الزبيريات ايش قد الزبيريات هسه تقريبا بالتسعين زبيري فعدد ما شاء الله الرمانيات 95 96 والتيادي هم لان صار كم يوم ما فاتحين والله ذني الاراف اللي 18 ما اعرف نين 4 6 8 10 12 15 فيعني شباب شوية هم عدد الأمان الأكل يعني ده يخلص سريع الجونية 3 أيام الرابع أجيب غير جونية فشوية عدد بس مو مشكلة يلا خلي هالكم يوم نتونس عليهن لحد ما نطيرهن ونشوف ما يتنشن والحد السنة شباب بيهن ذكيات ده يطيرن ويجني يعني يقمز يرجع على خواته يقمز ياخذ له كم فرة ويجي يحط ضيعنا فحل باصفر لزمونا جيراننا بالمنطقة حربنا ضيعنا شادة باسود ضيعنا فحل باسود يمكن 3 اللي ضاعن هاي باقي الطيور هسه هاي الدنابيس جبت الهيا وهذا شمعة قمص قبل شوية هاي الدنابيس هاي جبتهن هسه شباب ايش راح اسوي دنابيس جبتهن للرمانيات هسه راح اطلع الطيور كلها اسد البيبان واجي اطوب اشكل وادب بذيك الصفحة اشكل وأذب بديك الصفحة مال الزبيريات لحد ما أشكلها كلها الرمانيات حتى نفتحها على الأجواء تمام بس شوية تونسوا على هذا المنظر فرجوا أريدين بس يهدئن أريد أشدلهن الحلال أكملهن حتى بعد ما عليهن شيء راح أبلش شباب بس خلي أشرب الشاي مالتي
لان والله ما تهنى بالشاي، ما فجأة صعدت وتهنيت بيه. لو توقع بي شيء، لو يصير النفد ملعوبه. تعالين. والله شباب جلسه شاعريه للامانه وحلوه يم الزبيريه. ورطنا هذا بالزبيريه انه بختفى من القناه. جيب زبيريات، جيب زبيريات من جبناها الموقع بعد ما بين. أرد أبلش شباب أسوي أذني أشكلهن الرمانيات ما شاء الله كلها زوجة، أغلبها زوجة 90% زوجة. بس أنا أقول لك هاي من تنفتح شباب تقوم تطلع والطوب عشان هذا كامل. شوف هذا كامل طبعا يروح إذا هذا جنعة كامل، على شين ده يبقى يعني مثلا. أرد أشد الذني حلال يعني هو أي والله أمور واي اموري قاعد اشوف صعدان ذن اثنين ذن من القديمات، يمكن من القديمات. هذا هم من القديمات، هذا جديد. يطير تريد تروح بوجهها وتغير رأيها، نفس الحالة اللي يصعد يطير يريد يروح يطلع بوجهها وبعدين يقول لا عيب من نمجت والمتابعين يبقى. وهكذا شوف هاي طايره، هاي جل فوق مدري رفع الهايج هاي البزرق طايره يمكن والله ما ادري داخل عليها هذا ابو بصمه. هسه احنا عندنا شغلتين شباب لازم ابلش بيها اليوم، اليوم لازم افض اطلع بشغله اليوم. اليوم لازم يا اما اشد حلال يا اما اشكل الرمانيات. شوف هذا من الجدة، هذا شباب هذا بريشه بين ثلاثة أربعة بين ريشة زرقاء بذيلهن. شباب ماكو شي طيور، ماكو شي خفية، ويصعد وياخذ له لعبتين ثلاثة، يصعد لعبتين ثلاثة. فشي كلش حلو ذني انتبهت عليهن شمتك بذيولتهن ريش سود اثنين ثلاثة، واحد واي ريش زرق بذيله عجيبات مطيار مبينات مطيار. فالمهم اليوم احنا لازم شباب لو نقفل هاي الشغلة مال الاشكال مال الطيور، وهي احتمال هاي راح اسوي بيها لو اشد الحلال. لو اشد الحلال لو نشكل الطيور راح ابلش بوحده من عندي شباب ما بيها مجال. خلينا نبلش شباب وما بيها حيل اشد الحلال، راح ابلش باشكال الكومونيات. شد الحلال شويه هذا جاي من شغل تعبان. هي 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 شوفوا ما شاء الله ما اتحرك ما لي علاقه، تريد تنزل انزل تي تروح اني روح حتى الخسران. يلا شباب خلي ابلش هسه نبدي نشكل الرمانيات حتى بلكي لحق اليوم يفتح. اي شباب هاي عين الطيور، بس خلي امسح لكم الكاميرا شويه. اي هاي الطيور هسه بديت اشكل بيهن. هاي فضل من الله شكلت اربعه تعبت هسه ارتاحت راح ارجع اشكل بعد اربعه. لا كذا بس ان شاء الله راح اكمل هاي. هاي صبيت التنابيس ان شاء الله ان شاء الله. شوفوا شباب هاي شوفوا ما شاء الله عالم الالوان كلها حمار وحلامو. يلا حتى لا اطول عليكم شباب عيني رتبونا الامور من يوم كنتوا، واني هسه ان شاء الله راح اكملكم شكل الطيور حتى ان شاء الله نفتحها اليوم. شباب طبعا شغلات عجيبة هاي الطيور ما شاء الله، يعني سبع ريش سبع ريش ومن جوا يعني مو تقول من فوق، وهدى ولا عبالك مشكول. هسه ذني شوفوا شكلتهن والله سبع ريش ولا عبالك شاكلهن ولا عبالك بيهن دمبوس ولا هاي سبع ريش ومن جوا يعني المفروض ما يشي يعني يصعد وينزل بس مو بهالخفية هاي. الله اللي يستر ذني من صعدن، الله اللي يستر من صعدن سرعة قوي شباب. سويت مريش لازم يجي خصوصا الطواير. والله الفحل يظل يركض ورا طيرته ورا الحلة، بس الطيرة شلون لازم شوية ندوس لها. يلا خلينا نشكل. طبعا وصلت نص او عبرت النص، المهم هاي الشمعية شكلتها ورجعت. ابو عامة مشكولة قلت ادري شنو وقعت دمبوس ترى ابو علي غاد ترى اكو شمعية اللي خياط ابو هاي شمعية
وهاي اختها. والله اول مره اشوفها، اول مره اشوف هاي الشمعيه. هسه عيني بقى ذني تقريبا بهن 25 هيجي ويا بالهلال، وشكلت هذا العدد الاكبر. اكمل اشكال شباب، نفتح 10 زبيريات يطبن الزبيريات، عش الطيور اكملها، نفر الخانات الارافل غيرها شويه بين ما ظلم الدنيا، ونجي نفتح ذني. ذني فد 3 4 ايام راح افتحن قريب الظلام، لان اشكال خفيف شباب. نحاول ما نضيع منهم، نحاول ذني ما نضيع منهم، لان هو اللي دا يضيع من يمي شباب دا يضيع مشكود. يعني مو تقول طير دا يطير، لان والله شباب 7 ريش و8 ريش وتهده يصعد يدق بالسقف، هاي مشكله. زين شو اسوي هسه؟ ايش قد شكله الزايد عليه؟ يظل جنحه يخوط بالقاع، وبعد لا يقدر يصعد ولا يقدر ينزل، وكل واحد يعوف حالته يشلب بالقاع. فشويه بقى هسه ذني لازم تشكلين اشكال خفيف حتى يقدر يصعد اللي فوق وينزل. فيعني ان شاء الله يلا شويه شويه ترتيبات هي، يلا راجع لكم. اي شباب شكلتها كلها، حتى نقصت دنابيس، فاستخدمت التيب تقريبا 10 الى تقريبا 10 بالتيب، 10 طيور تقريبا بالتيب. ذني هذا الجوع. بقت عندنا شغله واحده ويترتب السطح للاخير، وهي اللي الحلال. بس الحلال، شوفوا هذا العجوز، هذا تعال، هذا حتى من اليد ياكل، حتى من الرجل ياكل، مو بس من اليد. احنا كل ما شاء الله ذني اليفات. شوفوا شنو هاي، خلصنا بقى دخناي واحدة، دخنايتين دول، هاي خذها بقى، هذا لا مستحيل اخذها دخل. يعني هسه حبست الزبيريات تمام، طيت عشا دي يتعشن، ذني دي يتعشن، الخانات فريت عشا تمام. هسه عشينا، عشينا الزبيريات، عشينا التيادي، الخانات فريتها عشا بعد بس مي، عشيت الارافي الالاج، عندنا فلي الاج بيضة، هاي خطية اول من بيضة، حتى البيضة مدماية. نزلك لي عيني، اوف البيضة تروح لتفدوها، نزلك لي، خاف مو ماكله، نزلك لي شوية بقى شباب، نزلت تاكل. مو هذا الاول مبياض، يصير يعني عينه على البيض، يجوز ما ياكل ما يتعشى، طير ما يتعشى يوم واحد احتمال يتمرض، فخليه يتعشى. شباب ما شاء الله الأرافل الحلوة، 2 4 2 4 6 8 12 13، اللي يريد نبيع له من يمهن زوجين، 3 نطلع مو مشكلة. هاي شغلة، شغلة ثانية عشيت ذني كم زوج هنا أنا. هذا المي أملي بيه طبعا، أملي بيه خانات، هاي الحمر هم مطيرين كم طير من يمهن تمام. ننتظر شباب شوية يكسر الجو، بعد شوية تظلم حتى نفتح الحبريات إن شاء الله اليوم على عينكم أول فتحة. صلوا على محمد وآل محمد، قولوا لنا يا الله، اكتبوا بالتعليقات يا الله، تسهيل امر شباب، ولا ما نريد نضيع، والله ما يخرب واسم نضيع غير. هسه شويه وافتح، بس قبل لا افتح بس عندي بعد شغله واحده، ابدل الاطواره مال المي، عيني هسه نبدل الاطواره مال المي كلهن، وراها بس يحططون الحمر شويه تهدى الامور، نفتح ال. شوف هنا انا باقي عندنا هاي الرمانيه، هاي هسه المقلوبه، زوج هذا الفحل التيدي راح اذبن بالخانه، هذا بس يكمل الفرق مالته، ذاك هم راح اذبن بلا ما يكمل. هسه عندي خانه فارغه راح اذبن هنا، ليش الخانه الجو الاخيره فارغه، طلع الطور مالته انذبها، هذا البرج راح افرغه، ما عندنا بعد بي شيء. شوفوا شباب ما اريد افتح ال، ما اريد افتحن هسه، خلي الا نحطط الحمور كلها ويحبسوها، حتى لا تصير لي شغله من جوا الجو تقبل الطيور، لان شباب الاشكال يخوف مالتهم، ما لكم علاقه الاشكال يخوف.
العلاج وين العلاج؟ ما شاء الله العلاج كل ما نطير تلقاه بالكومة العالية ذاك فوق. إلا إيش على البلاج شوفوه. إلا فوق. وينه؟ أي هذا طاير شنو بعد؟ شوفوا لي فوق. يا نهار. إلا بالكومة الفوق. شايل جنح شباب ما أخطأ بالطير والله من أقول هذا طير توب يطلع طير توب. شوفوا ما شاء الله ذيش كومة. ذيش مصبوغة أحمر. ما ادري نفسه هو هذا راعيها يطير هاي ويطير مصبوغه اخضر يعني ورا ما يحطها يطير ذيك اللوخ ما اعرف لان تطير كومه بصفها مصبوغه اخضر احتمال مفروده هاي شباب شو وقت جابها شو وقت طيرها شو وقت فردها وين شنتاني ابد ما متخابطين وياها وقريبه علينا يعني مو قضيه صيد بس للونسه شباب للونسه هاي مصبوغه احمر وتقصقص ورا شويه تطير وحده مصبوغه اخضر احتمال هاي بنفس السطح تفحله لون والطواير لون الله اعلم شباب الله اعلم ما اعرف بالمضبوط شنو الدرس يلا شباب عيني بس خلي اعشي لا كملنا عشي بس خلي ابدل هاي المي لطواره حتى طيور بعد ترتب امورها وارجع لكم نفتح الرمانيات ترتبون لايكات وراجع لكم شباب هاي زيرة شباب اللي دزلناها صاحبي ديك مرة راح اذبها وياهن نانا تلزم خل تلزم ما ادري عبرني طير ما شكلته ما عبرني الله اعلى واعلم انا هزت لي راح اسوي راح اروح عمل الطاسة ولكن شوية اكل لطيفة اخذ لي شوية خشن يعني وراح افتحهن هذا اللي ادى اسوي حتى ما فتحتهن على تيك توك ولد كنت فاتح بث على تيك توك ما قلت لهم لا نفتحهن اول فتحه بالقناه ورا نفتحهن بالتيك توك يا الله هذا مشكور هذا وين مشكور مشكور خلي اجيب الكرسي خلي لي قدام قريب مني من شباب شكلتين شباب بس تخوف شوفوا 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 ترى مو حالة هاي جبن وطبن شباب يعني شدتها اول يوم يومين اول فتحة فتحتين شوية الطيور خايفة شوف هذا اصلا ما شافله انا اصلا ما شافله عيني يعني على شنو هسه لازم اجي اوقف من هالصفحة تمام حتى من اذب اكل اذب بباب البرج وجهها صعدت تريد تديحنا هاي المعثرة شوفوا شباب هاي طالعة بوجهها هسه كان سلم لي هاي هاي بس خد تنزل هاي عمي على قد نص ساعة ساعة كل يوم ما عندي شي شباب بس اول كم يوم
تحملوها هيك نفتحها والله يخوفن. شوفوا هاي اللي نسولف بيها، هذا هسه اللي لازم هين الجوع. هاي نزلت، هاي 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 اللوقية. فيش الحلوة الفوق. اي نزل 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 نزل. تنفتح وتنسد. هذا شكلته واقع دمبوسه، هذا الفحل، هذا الرماني ما ادري شلونه. انزل انت، انزل 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 اذا تجي شلع. ولا شنو هذا الاشكال؟ هذا اشكال ايش هذا شباب؟ يصير كفيلكم الله يصعد يبند مو بس هيك. هاي بس هذا تخبث، شوفوا هاي هذا تخبث بس، هاي البقية امور تمام تمام سالكات. يعني حتى هذا فحل صعد هسه اخو هذا مدري، هو هذا نزل، اي هو هذا نازل صعد ونزل وما سوى له ملعوبة. لا بقى بس هذا اريد اقفل اليوم، ما صارت لي كارثه شباب، بس هاي اريد اوصل هاي المرحله اقفلهن ما صارت لي ملعوبه. يعني شباب وصلنا لنهايه المقطع، لايكات ترتيبات بعد، وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. خلي اقفلهن واستر عليهن، خليهن باكر نجوعهن اكثر ونفتحهن. يرادنا 5-6 ايام على هالوضعيه. يلا تحياتي لكم شباب.